باستخدام الطاقة البديلة وتقليص استخدام الطاقة التقليدية وفي كافة المجالات وبما في ذلك في مجال الهيدروكربونات. وهذا الاستخدام كان له هدف محدد وأنتم تعرفون أكثر من غيركم حول هذا الموضوع. لقد قيدوا التمويلات وفرضوا ضد الشركات قضايا محددة ولا يعطوا المساحات المطلوبة من الأراضي للمشاريع الجديدة وقيدوا أيضا إمكانيات الاستخدام لوسائل النقل بما في ذلك الوسائل المختلفة وقد خلقوا المشاكل في المرافق وفي مجالات أخرى التي هي ضرورية لإيصال الاستثمارات في هذه الصناعة. وهذا كله يعتبر اليوم الجزء الأساسي والمكون الأساسي للمشاكل التي تظهر في الطاقة العالمية بما في ذلك في طاقة الهيدروكربونات. وبالإضافة إلى ذلك فهناك أفكار سياسية وتصرفات سياسية. وبالمناسبة في هذا الاتجاه أنه كل ما يجري اليوم وللأسف الشديد حول أوكرانيا هو مرتبط بالسياسة غير العقلانية للغرب الذي خلال عقود كان قد تجاهل القلق الشرعي لروسيا بضمان أمن ودعموا بشكل مختلف العناصر النازية والفاشية الجديدة في القيادة في كييف وأهملوا المشاكل التي تراكمت في شرق أوكرانيا وخلال السنوات الثمانية ساعدوا في استمرار الأعمال العسكرية التي بدأها النظام في كييف قبل ثماني سنوات. ونحن نرى اليوم أن الأسباب السياسية ولطموحات وأطماع خاصة لدى الأمريكيين ولدى الدول الأوروبية يفرضون عقوبات جديدة وهذا سيؤدي إلى التضخم. وبدلا من أن يعترفوا بأخطائهم ولا يزالوا لا يمكن أن يرفضوا الطاقة من روسيا بما أن الجزء الذي تقدمه روسيا كبير في العالم من مجال الطاقة فلا يمكن أن يرفضوا هذا الأمر. ونحن نرى أنهم يقومون بذلك ورغم الخسائر التي وجهوها لاقتصاداتهم نفسها. وإن الأخبار أو القوانين الأساسية للاقتصاد لقد نسوها في الغرب. وما هي النتائج التي يودون الوصول إليها عبر قراراتهم؟ أولا إن ما اتخذه شركائنا أو زملائنا الغربيين بالعقوبات أو رفض الاستخدام للطاقات من روسيا أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الفورية. وكل ما يجري في المجال السياسي فورا يؤثر على السوق الاقتصادية. ولقد ارتفعت أسعار الديزل بسبب فقدانه على من السوق. ومثل هذا التضخم في مجال الطاقة يحاولون أن يحملوننا إياها بأننا نحن السبب ويسمون أسماءنا ويحملون روسيا بالمسؤولية. هنا أود أن أقول أن أخطائهم الخاصة هي التي أدت إلى هذا الأمر وضربت في النقل في أوروبا وأدت إلى مشاكل لدى الملايين من الأوروبيين. ورفض مواد الطاقة من روسيا يعني أن أوروبا
في الأمد البعيد سوف يصبح منطقة أكثر الأسعار ارتفاعا فيها للمواد الطاقة. الوضع لن يتغير جذريا بسبب أنهم يتوجهون إلى جهات أخرى. وهذا يمكن أن يفسح الماء أو يؤثر على القدرات التنافسية لأوروبا، وسيخسرون تنافسياتهم أمام المناطق الأخرى من العالم. وهذه العمليات سوف تتسارع الآن، ومن الواضح أن مع مواد الطاقة الروسية فإن المناطق الأخرى من العالم يمكن أن تزداد فيها الفعالية والنشاط الاقتصادي، وإنهم يقتلون أنفسهم بهذه يقتلون أنفسهم اقتصاديا في أوروبا. الآن نتائج التصرفات غير الصحيحة لشركائنا بالإضافة إلى الخسائر للاقتصاد الأوروبي فيؤدي إلى نمو الدخل الروسي في مجال قطاع الغاز والنفط. وأعني هنا نحن نفهم ونرى أن هذا لا يجب أن يثير البهجة لدى شركاتنا، فإن سوق النفط لا يمكن إعادة نموذجه السابق. وفي الظروف الجديدة من الضروري ليس فقط استخراج النفط وإنما إيصالها وإلى المستهلك. ولذلك أيها الزملاء الأعزاء، سوف نقوم بكل ما بوسعنا لخلق الظروف الملائمة لتهيئة لهذا التغير في النظام الاقتصادي واستخدام العملات الوطنية للتعامل. لقد تحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن يجب أن نسعى إليه ونسمح لوصول شركات النفط إلى القروض والموارد المالية وتطوير مجال التقنيات في إطار وقطاع النفط. وخلال الاجتماع في 14 من أبريل كنا قد غيرنا من أولويات تطور الغاز صناعة الغاز والنفط، واتخذنا القرارات التي تسمح بالتطور البعيد الأمد للاقتصاد الروسي. ونحن يجب علينا مسبقا أن نتوصل إلى النتائج وعدم اتخاذ أو عدم التأثر برد الفعل للتصرفات والخطوات لشركائنا التي على الأغلب تأتي بالمنفعة لدولتنا. يجب علينا بشكل براغماتي أن ننطلق من الواقع ونتخذ الإجراءات الإضافية لحماية مصالحنا الوطنية والحفاظ على سيادتنا الاقتصادية وأيضا في مجال قطاع النفط، ونولي اهتماما لهذا القطاع بالذات. فدعونا نتحدث حول هذه المسائل ونستشير بعضنا البعض ونتخذ القرارات. وأنقل الكلمة إلى ممثل أو نائب رئيس الوزراء السيد